مات؟ وده ايه اللي موته ده كمان؟ مات من الحزن يا فؤاد، امتنع عن الاكل والشرب من ساعه ما عثمان خرج من القصر لحد النهارده ما بياكلش فمات. سبحان الله، وهما بيزعلوا للدرجه دي؟ شفت بقى الحيوان او الكائن اللي انت كنت بتتري عليه وبتقول عليه نجس ممكن يحزن فعلا على صاحبه ويحس بيه لدرجه ان هو ممكن يموت؟ شفت فريده؟ بليز مفيش داعي لاي مناظرات دلوقتي، لازم نشوف حل في المصيبه دي. مصيبه ايه؟ ملهاش حل طبعا. يعني ايه ملهاش حل يا جماعه؟ انا عندي 3 مصايب ما ينفعش اقعدوا الاسبوع الجاي ولا بكره الصبح حتى. انا بقى عندي كارثه، عندي اوردر لازم اديهم قرار فيه كمان ساعتين، اعمل ايه يا جماعه؟ واضح جدا ان كلنا عندنا مصايب وفي الاخر هي مصيبه واحده، ولازم الموضوع يوصل للباشا بالطريقه دي، لازم يفهم اهميه الاجتماع ده وقد ايه خطر اننا ناجله. انتوا عندكم مصايب، انا شخصيا بقى فقد الامل فيا من زمان، ما بقاش يتكلم معايا في مصايب. شوفوا انتوا بقى حل هتعرفوا تقولوا له ازاي على المصايب بتاعتكم. اكيد مش انا اللي هقول له طبعا، ده قافش عليا بقاله اسبوعين ولا انا كلمت كلمه واحده بس وهيطلع عين اهلي. انا بقى مش هستحمل اي طلعه من طلعاته النهارده بجد، مش قادره. انا قلت لكم ملهاش لازمه بقى القعده اللي احنا قاعدينها دي. اولا الباشا مش هيقابل حد لا النهارده ولا بكره، وكمان محدش عارف هيطلع من موجة الاكتئاب دي امتى وازاي. يعني ايه يا جماعه؟ ده تهريج. اهدى اهدى يا جو، بس خلينا نلاقي حل للدايه اللي احنا فيها دي. اهدى يا فؤاد، اهدى ايه؟ يعني معقوله مصالحنا كلها توقف عشان كلبه صاحبه؟ باي باي يا جماعه، انا بقى ماليش دعوه بالقعده دي، باي يا روحي. معلش يا جماعه هسيبكم على اجتماعاتكم. رايح فين يا بنت؟ اختك دي بياعه قوي. يعني بقول لكم يا جماعه، فين ماجي؟ دي الوحيده اللي بابا مش هيهب فيها. راحه فين؟ ماجي هانم نامت نامت. مدام شيهان ده نيدهر ضروري يا ستي. قلنا نامت اسليب. خدت منوم وخمدناها بطلوع وراح بعد ما عينيها اتصفت من العياط. بليز لو عايز تولدر مدام. يخرب بيتك يا بعيده، يعني اللي خد الكلب الغلبان ده ما كانش خدك وريحنا منك؟ قدامي قدامي. مفيش حد فيهم قادر يجي هنا ويتنحنح بدلك. ما انت عارف معاليك. عارف يا سالم، عارف كويس قوي ان عندهم دم محدش فيهم طلبها. انا مستني الاوامر عشان الاجتماع. روح انت يا فواز، راجع الكلاب وروح بيتك. طب ما ينفعش بعد اذن سعادتك استنى معاهم لغايه لما؟ لا ما ينفعش، لا انت ولا غيرك هينفعهم. خد لك اجازه يومين يا فواز، أنا هتصرف. بالنسبة للاجتماع مفيش تأجيل يا سالم، ابدأ الاجتماع. حاضر معاليك.